ان احنا محتاجين نتكلم شوية عن الطموح الياباني في اقليم قناة السويس. هل هناك مشروعات، خطط، استراتيجيات للوصول بمشروعاتها الى قناة السويس، خاصة ان بعض الدول حتى الشرق اسيوية سبقت كالصين وما الى ذلك؟ أولا، نحن لدينا شغف بمنطقة قناة السويس، وبالفعل في فترة 1860 وخلال هذه الفترة قبل تشييد قناة السويس، أتى وفد إلى السويس لزيارة الأهرامات أيضا في نفس الوقت، وكانت منطقة السويس وقناة السويس نقطة حيوية هامة، لها استراتيجية للربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وبالتالي فإن منطقة قناة السويس لها أهميتها منذ وقت طويل، ونحن لدينا تاريخ فيما يتعلق بهذه القناة، فيما يتعلق بالمعرفة التقنية والخبرات. لذلك هناك تاريخ له، أحداث تاريخية لها خصوصيات فيما يتعلق بقناة السويس، ونحن نعمل على تعزيز وتحقيق تقدم فيما يتعلق بمنطقة قناة السويس، وهذه من المناطق المثيرة للاهتمام بالنسبة لنا. في هذا العام في شهر مارس قام وفد من رجال الأعمال اليابانيين بالزيارة من ومعهم ممثلين عن أكثر من 40 شركة يابانية، وهناك أيضا من رجال الأعمال الياباني أيضا سوف يقوم بزيارة في إطار منتدى العربي لرجال الأعمال، وسيكون هناك زيارة لقناة السويس أيضا، وبالتالي هناك اهتمام بالمنطقة. ولكن حتى الآن هناك دراسات تتم، وبالفعل هناك بعض الشركات التي بالفعل استثمرت في المنطقة الحرة بقناة السويس، ولكن ليست استثمارات ضخمة. علينا أن نرى، كما ذكرت من قبل، الشركات اليابانية هي شركات عالمية. أولا تختار أفضل دولة للاستثمار، وبعد أن تقرر الاستثمار في مصر تقرر أين تستثمر، ذلك بالإضافة على ضفاف البحر الأحمر، سواء في منطقة قناة السويس أو في منطقة السويس أو في الدلتا أو في صعيد مصر. لا يزال هناك الكثير من الشركات التي تفكر في مشروعات ملموسة، استثمارات ملموسة، ونأمل بأن يتم تجسيد هذه الأفكار إلى مشروعات قائمة. نحن هذه في النهاية قرارات تجارية بحتة. طبعا نأمل في التعجيل والتقدم إلى قناة السويس، ولكن في حديث سعادتك تحدثت عن شغفك بالحضارة المصرية وعركت على الحضارة الفرعونية، وكانت أول زيارة لك كنت حريص تزور